بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تقبل الله أعمالكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة إضافية من حلقات برنامج مطارحات في العقيدة ضمن ليالي شهر رمضان المبارك، وعنوان حلقة الليلة أطروحة الإمامة في القرآن الكريم. طبعا وكما نوهنا ليلة أمس مشاهدينا الكرام، إنما كانت هذه الحلقة مضافة تلبية للأسئلة المتكررة من المشاهدين الكرام عبر حلقات برنامج مطارحات في العقيدة خلال الشهور، وأيضا خلال هذه الليالي كان بعض الأخوة يسأل أسئلة تتعلق بالإمامة، وارتأى سماحة آية الله سيد كمال الحيدر ألا يترك أسئلة بعض الأخوة الكرام من غير إجابة، فكانت إضافتها كانت إضافة هذه الحلقة. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. طبعا كما ذكرنا سماحة السيد، الإخوة كثرت نعم أسئلتهم سواء في خصوصا في موقعكم أو الاتصالات المباشرة، يعني من أحسنتم الإخوة في أو في التليفونات. موقع قناة الكوثر الفضائية أو نعم في موقع الإسلام الأصيل، وأيضا عبر حلقات مطارحات في نعم العقيدة في الشهور الماضية. فمن جملة الأسئلة التي سألوها كثيرا سماحة السيد وطلبوا من جنابكم الإجابة عليها، هل إن القرآن أعطى نظرية متكاملة عن الإمامة وبين شروطها وموانعها ومسؤولياتها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الواقع بأنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نقف على كل أبحاث الإمامة في القرآن في ساعة واحدة وفي حلقة واحدة، وهذا واضح أتصور للمشاهد الكريم، ولكنه أحاول في هذه الدقائق الأولى حتى أعطي مجال أوسع للمشاهد الكريم نعم للمداخلات، لعله إن شاء الله بعد 25 دقيقة نعم أو 30 ستنفاتني دقيقة أن إن أذكر شاء الإخوة الله الكرام. نعم أنه ستدخل أو أستمع إلى المداخلات وأسئلة الأعزاء الكرام. بودي أن أعطي خارطة الطريق لبحث الإمامة في القرآن الكريم، وقبل أن أشير إلى هذا البحث وإلى هذه الخارطة وإلى هذه المنظومة المرتبطة بهذه المفردة القرآنية، التفتوا جيدا. الآن أنا لا أتكلم أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أن الإمامة فرع من فروع الدين، هذه أبحاث لم يعرض لها القرآن الكريم أنها أصل أو أنها فرع، نعم ولعله إن شاء الله تعالى إذا توفقنا وتهيأت الفرصة المناسبة نقف عند هذه، أساساً لها مدخلية في أبحاث الإمامة أن نعرف أنها من الأصول أو أنها من الفروع، أو أساساً لا مدخلية لمثل هذه الأبحاث، هذا موكول إلى محل آخر. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت قبل أن أشير إلى هذه الخارطة، إلى هذه المنظومة، لهذه المفردة القرآنية وهذه المعرفة القرآنية، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى أمرين، أولا أن يعرف أنني أريد أن أتكلم عن الإمامة في القرآن، لا أريد أن أتكلم عن إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني أنا أفترض نفسي أني دخلت إلى القرآن كما أنني أريد أن أتعرف على التوحيد أذهب إلى آيات التوحيد، أريد أن أتعرف على النبوة أذهب إلى آيات الأنبياء، أريد أن أتعرف على الدار الآخر أذهب إلى آيات المرتبطة بالدار الآخرة، أريد أن أتعرف على الملائكة أذهب إلى الآيات. السؤال المطروح وقد كثر هذا التساؤل، هل أن القرآن الكريم أعطى رؤية أطروحة نظرية منظومة عن الإمامة؟ أصل الإمامة، لا نتحدث عن إمامة أئمة أهل البيت،
يعني عندما أقرأ آية معينة أنا لا أريد أن أشير إلى أن هذه الآية مرتبطة بعلي أو غير مرتبطة بعلي، لا أبدا، أريد أن أتكلم عن رؤية القرآن على الإمامة. بعبارة أخرى، كيف أن القرآن تكلم عن التوحيد؟ فنستطيع أن نسأل عن رؤية القرآن عن التوحيد، عن التوحيد. أو رؤية القرآن عن الدار الآخرة، أو رؤية القرآن عن موسى أو عيسى أو يوسف. كذلك أريد أن أسأل أن القرآن الكريم أعطى رؤية، أعطى أطروحة، أعطى نظرية، وقف عند مفاصلها، عند شروطها، عند موانعها، عند مسؤولياتها، أو لم يعتني بهذه المفردة كما يتهم. ماذا؟ كما يحاول الطرف الآخر أن يتهم أتباع مدرسة أهل البيت أن الإمامة لم تطرح في القرآن الكريم. فمن أين أنتم ابتدعتم هذه البدعة وجعلتم للإمامة موقعا خاصا في منظومة المعارف الدينية؟ الآن أنا مو بصدد الدفاع عن أهل البيت، المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، ولا أريد أن أثبت إمامة أهل البيت في هالمرحلة، أريد أن أثبت. يتذكر المشاهد الكريم في الأطروحة المهدوية قلت أنه أولا لابد أن نبحث عن الأطروحة بغض النظر أنه المهدي المنتظر الموجود عند شيعة أهل البيت موجود أو غير موجود. أنا أريد أتكلم عن المبدأ، عن الأصل، لا عن مصاديقي الخارجية لهذا المبدأ والأصل. نعم. هذا أولا، هاي الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني، أنا هنا بودي أن المشاهد الكريم سواء كان من شيعة أهل البيت ومدرسة أهل البيت أو كان من عموم المسلمين الذين نجلهم ونحترمهم كما نحترم واقعا أي أنفسنا. لماذا؟ لأنه أيضا أولئك أيضا لهم اجتهاداتهم، لهم نظرهم، ولكن الذي نؤاخذهم عليه لماذا أننا إذا اختلفنا معهم في الاجتهاد يكفروننا، يقولون أن هؤلاء مشركين، أن هؤلاء مرتدين، أن هؤلاء لا تجوز صلاة خلفهم كما قرأنا كلماتهم بالأمس. على أي الأحوال، إذا اتضحت هذه الحقيقة، إذن أنا الآن أريد أن أعطي الخارطة، المنظومة، الأطروحة. إخواني الأعزاء، نحن نعتقد أن القرآن الكريم عندما نبدأ من هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي الآية 124 من سورة البقرة، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، وهي قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. سؤال، هذه الإمامة بمن مرتبطة؟ مرتبطة بعلي وأهل بيته؟ الجواب كلا، بشكل واضح وصريح، المشاهد لابد أن يعرف. وإذا وجدتم أحد مولانا يستدل بهذه الآية المباركة لإثبات إمامة علي بشكل مباشر، اعرفوا أنه لم يعرف مقصود الآية المباركة. هذه الآية متعلقة بمن؟ أصل الإمام. متعلقة بإبراهيم. لا لا لا، متعلقة بإبراهيم، لأن الآية تقول قال إني جاعلك، يعني من؟ إبراهيم. يعني إبراهيم الخليل. طيب. إذن آية متعلقة بمن؟ بإبراهيم الخليل. نعم، لابد أن نعرف أن هذه الآية فيها معطيات وراء تشمل غير إبراهيم أو لا توجد فيها مثل هذه المعطيات. التفتوا جيدا، إذن لا يأتي بعض ويتكلم هنا وهناك يقول أن هذه الآية مرتبطة بإبراهيم فما علاقتها بعلي وأهل بيته. الجواب نعم، بحسب الوهلة الأولى هذه الآية وبحسب النظرة الأولية هذه الآية متعلقة بإبراهيم الخليل. جيد، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ طبعا فقط أنا أذكر العناوين إن صح التعبير، أنا أصطلح على تعبير أعبر عنها فتاوى عقائدية، يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإنما أريد أن أشير إلى ماذا؟ أريد أن أشير إلى الرؤية فقط، وإلا لا التفصيل ولا الاستدلال. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أولا الآية يستفاد منها أن الإمامة من الأمور التي لابد أن تجعل من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الآية قالت إني، الله سبحانه وتعالى يقول إني، كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. هنا أيضا يقول إني،
جاعلك للناس إماما، فتكون الإمامة الإبراهيمية مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى على حد جعل النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن نجد أن القرآن الكريم نفس الاصطلاح الذي استعمله في النبوة استعمله ماذا؟ في الإمامة الإبراهيمية، أؤكد في الإمامة الإبراهيمية، حتى لا يقول قائل ما علاقة هذه الآية بعلي، لا لا لا، نتكلم في من؟ في إبراهيم. نعم. إذن نفس الاصطلاح الذي استعمله القرآن في النبوة، وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين بل كلمة جميع الأديان السماوية أن النبوة أمر ماذا؟ منصوصة ومجعولة من قبل تعالى. لا يمكن أن تنال بالانتخاب أبدا، ولا بالشورى، ولا بأهل الحل والعقد أبدا، ولا بأن مد يدك أبايعك حتى أبايعك، كلها تتحقق النبوة أو لا تتحقق أبداً أبداً. لماذا؟ لأن النبوة أمر إلهي. لأن النبوة عهد إلهي. نجد أن القرآن الكريم استعمل نفس هذا الاصطلاح بالنسبة إلى الإمامة الإبراهيمي، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه الإمامة التي أعطيت لإبراهيم الخليل، طبعا بالإجمال ها، وإلا أدعو لي إن شاء الله أن أوفق أن أقف ليالي بل أسابيع عند أبحاث الإمامة تفصيلا، والإمامة القرآنية للإمامة الروائية. الأمر الثاني أن الآية قالت إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك، الله لمن ده يخاطب؟ إبراهيم. يخاطب إبراهيم. إذن كان نبياً أو لم يكن نبياً؟ حتماً كان نبياً. كيف يعقل أنه لم يكن نبي والله ماذا؟ يخاطبه. هذا أولاً. وثانياً أنه كانت في أخريات حياته، ولذا طلب الذرية ماذا؟ طلب الإمامة لذريته. نعم. ونحن نعلم جميعاً أنه لم يرزق الذرية وإلا على كبر ماذا؟ سنه. على كبر سنه. قال أألدوا وهذا بعلي شيخ. وهذا بعلي شيخ. أحسنتم. إذن واضح، ومن الواضح أن إبراهيم لم يعطى النبوة الذرية في أوائل حياته، وإنما أعطيه وعندما يطلبها لذريته، يعني كان عنده ذرية. وإلا ليس من الأدب الإلهي أن النبي الذي لا توجد عنده ذرية ولا يعلم أنه يرزق ذرية أن يقول إلهي تعطيها لذريتي، خلاف الأدب. أين ذريتك حتى أعطيها أو لا أعطيها؟ إذن هناك مجموعة من القرائن في الآية تبين أن هذه الإمامة أعطيت لإبراهيم بعد النبوة. إذن من المحال أن تكون هذه الإمامة هي ماذا؟ النبوة. هي النبوة. لماذا؟ باعتبار أنها تحصيل للحاصل، الإنسان الذي كان نبي، لا معنى لأن الله سبحانه وتعالى يمرره بمجموعة من الامتحانات حتى يجعله ماذا؟ لأن حسنا. الآية تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مراحل، مجموعة من المراحل. والقرآن الكريم في سورة الصافات يقول ذلك هو البلاء المبين عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل. إذن من الواضح جدا أن هذه الإمامة ليست هي ماذا؟ النبوة. ولذا وقع الخلاف بين المفسرين، واقعا لا يعلم المفسرون كيف يوجهون هذه الآية المباركة. نعم. الأمر الثاني أنه لا يعقل أن تكون هذه الإمامة هي بمعنى القدوة والأسوة، يعني إني يا إبراهيم إني جعلتك قدوة وأسوة. عجيب، يعني نبي كإبراهيم من أنبياء أولي العزم، شيخ الأنبياء، شيخ التوحيد، ليس قدوة للناس إلا بعد الابتلاء، إلا بعد هذا الابتلاء. يعني يعقل هذا أصلا؟ بينك وبين الله العالم يكون قدوة، الولي يكون قدوة، فكيف النبي من أنبياء الله العظام كإبراهيم الخليل الذي هو شيخ الموحدين ونبي من أنبياء أولي العزم إلى آخر عمره بعد لم يكن قدوة وأسوة للناس؟ هذا أصلا يتعقله عاقل؟ وسأجعلك مستقبلا يقول له أنه إني جاعلك الآن بعد هذا العمر الطويل أجعلك ماذا؟ قدوة. أجعلك قدوة. إذن هذا المعنى غير مراد. إذن ما هو المعنى المراد؟ يقينا واقعا بعد عندما لا تكون النبوة، عندما لا تكون النبوة، عندما لا تكون القدوة، إذن فدور آخر وراء النبوة ووراء ماذا؟ القدوة. وراء القدوة.
وهذا الذي نحن نعتقد أن القرآن الكريم أشار إليه، وهو أن هناك مقام في القرآن اسمه مقام الإمامة، له أدوار دينية وله أدوار سياسية ومجموعة أدوار أشار إليها القرآن الكريم وذكرها كوظائف لمقام ماذا؟ لمقام الإمام. أحسنتم. إذن ألا أريد أن أدخل تفضل. نعم طيب. تسمحوا لي. نعم تفضل. بلي. كان بيودي أن أسأل هذا السؤال سمح. بلي تفضل. يعني أولوا الإمامة ولا تحتاج إلى تأويل، فلماذا لم يؤولوا اليد التي مقتضاها تنزيه عدم التنزيه وغير ذلك؟ أحسنتم، هذا يربط دكتور البحث بالتوحيد. جيد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأمر المهم، التفتوا جيدا، أن الإمامة في الآية عهد الله، عهد الله، لأن إبراهيم ماذا قال؟ قال ومن ذريتي، يعني إلهي هذه الإمامة مختصة بي أو يمكن أن تكون في ذريتي. نعم. الله ماذا أجابه؟ ما قال له الإمامة ولا النبوة، قال لا ينال عهدي. سؤال، ما الذي طلبه إبراهيم؟ طلب النبوة؟ أبدا، لأنه هو ماذا أعطيه؟ أعطي النبوة هنا له الإمامة، فبطبيعة الحال مقتضى الجواب لابد أن يكون منسجما مع السؤال. سؤاله ماذا كان إبراهيم؟ على الإمامة. عن الإمامة. الله عبر عن الإمامة بأنها ماذا؟ عهد الله. بأنها عهدي، عهدي. وهذا ما أكده جملة من المفسرين، فقط أشير إليهم إجمالا حتى المشاهد الكريم يرجع إليها في الموضع المناسب. في تفسير الرازي، في تفسير الرازي في صفحة 39 الجزء الرابع، في ذيل هذه الآية المباركة قال وقوله، التفتوا جيدا، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ومنشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية المجلد الرابع في صفحة 39 في ذيل هذه الآية المباركة قال ومن ذريتي، قال ومن ذريتي طلب للإمامة صريح التي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة للنبوة أبدا. واضح. فكانت الآية دا عفوا ليكون الجواب مطابقا للسؤال. نعم. وإلا إذا قلنا عهدي يعني النبوة أو شيء آخر لا يكون الجواب مطابقا ماذا؟ للسؤال. وهذا وقع نسبته في القرآن إلى الله بعد هذه، بعد ما أدري كيف أقول عبه. نعم. لأنه إبراهيم طلب ماذا؟ قال ومن ذريتي، يعني هذا الذي أعطيتني وهبتني منحتني أريد أن تعطيه لمن؟ لذريتي. قال فتصير الآية كأنه قال لا ينال الإمامة الظالمين. نعم. هذا تصريح بهذا المعنى، التفتوا جيدا. وكذلك ما ذكره الطبري في تفسير الطبري جامع البيان المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي دار عالم الكتب للطباعة والنشر المجلد الثاني في صفحة 511 من الكتاب، يقول واختلف أهل التأويل، يقول وقال آخرون معنى العهد عهد الإمامة. أحسنتم. فتأويل الآية على قولهم لا أجعل من كان من ذريتك ظالما إماما لعبادي يقتدى به، لأنه فسر الإمامة بالاقتداء. نعم. فقال هنا ماذا يقتدى. وقد أبطلنا هذا الاحتمال. نعم. هذا هم أتينا المورد الثاني. المورد الثالث ما ورد في تفسير ابن كثير، بعد الوقت لا يسع. نعم. الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إذا ذيلي هذا الكلام لتفسير ابن كثير هذه الآية المباركة اللي ينقل كلمات جملة من الأعلام. خلي أبين في الجزء الأول. نعم. طبعا حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو إسحاق الحويني، اختصره أستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن فلان، أشرف على طبعه سعد بن فواز الصميل الجزء الأول دار ابن الجوزي. هناك يقول كل الأعلام عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إمام ظالم. إذن كلهم يفسر العهد بماذا؟ بالإمامة. خب إذا كانت الإمام، إذا كانت الإمام عهد بين ماذا؟ بين الإمام وبين الله،
بعد هل يمكن أن تنال بالانتخاب والشورى وأهل الحل والعقد؟ أن يأتي شخص ويعين 5 أو يعين 10 يقول انتخبوا فيما بينكم أحد فيكون هو الذي عهد الله إليه الإمامة، يكون إلزاما لله بأن العهد يكون له، يكون مصداقا للعهد الإلهي. أنا لا أتصور أن عاقل يحترم عقله يستطيع أن يقول من انتخبه الناس، بغض النظر أن الانتخاب شرعي غير شرعي، نظرية الشورى صحيحة غير صحيحة. أنا دا أتكلم في الإمامة الإبراهيمية. الإمامة الإبراهيمية بعد لا يمكن أن تنال لا بالشورى ولا بأهل الحل والعقد ولا بالسقيفة ولا بغيرها. هذه الإمامة مدى أتكلم عن تلك الإمامة أنها الآن صحيحة شرعية أو لا، له بحث آخر إذا وفقنا نقف عنده. أنا أقول هذه الإمامة الإبراهيمية لا يمكن أن تنال ماذا؟ بالشورى. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذه الآية المباركة هو أن هذه الآية تبين لنا أن الإمامة لا تكون، هاي الإمامة الإبراهيمية لا تكون إلا معصومة. التفتوا جيدا، لا تكون إلا معصومة. ولذا جملة من كبار المفسرين قالوا أن الآية دالة على العصمة. هذه مو فقط أتباع مدرسة أهل البيت يقولون أن الآية، وأنا عندما أقول دالة على العصمة ما أريد أقول عصمة أهل البيت، لا لا لا، هاي الإمامة الإبراهيمية من يريد أن يتحقق بها ويكون مصداقا لها لابد أن يكون ماذا؟ معصوما. سؤال، أين هذا؟ أين هذا؟ الجواب في مواضع متعددة في كلمات المفسرين. الأول ما ذكره الفخر الرازي أيضا في نفس الموضع من الآية صفحة 39. التفتوا جيدا، الفخر الرازي ماذا يقول؟ يقول قلنا أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم، يعني أن الإمامة لابد أن تكون ماذا؟ معصومة. يستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا، وأما نحن يعني غير الشيعة فنقول مقتضى الآية ذلك. يقر الفخر الرازي إنصافه واقعا أفضل من كثير من المفسرين، يقول نعم ظاهر الآية ماذا؟ يقول الحق بذلك. معك مع الشيعة. إلا أننا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبر. لماذا ترك؟ لا يبين، فقط ادعاء. يقول الآية تقول بذلك، الآية تقول بأنه لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا معصوم، ظاهرا وباطنا غير ظالم. ولذا في موضع آخر يصرح بهذا بعد لا يذكر هذه تركنا، يقول الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجه. إذن الآن بغض النظر، لأنه هو يفسر الإمامة هنا أو بعض الأحيان يقول نبوة، ولكنه أنا عندي محل الشاهد أنه يقول الآية تدل على ماذا؟ على العصمة. تدل على العصمة، هذا إقرار منه. وهكذا في موضع آخر يقوله في الجزء الثالث من الكتاب في صفحة 10 من هذا الكتاب، يعني التفسير نفسه في ذي الآية 35 من سورة البقرة، يقول قال في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما والإمام من يؤتم به. طبعا هذا المعنى همتنا ليس بعيد، ها نحن أيضا نقبله، لأنه معنى الائتمام مو فقط يؤتم به أين؟ في الأمور الظاهرية. يؤتم به في الدين، ويؤتم به أين؟ في السياسة، ويؤتم به في كل شيء. إذا كان مقصودهم من الائتمام هذا المعنى، نعم نحن نوافق عليه، وهذا هو قولنا أن الإمام من يكون إماما كما كان رسول الله إماما، كما كان إبراهيم ماذا؟ إماما. ما معنى أن إبراهيم إمام؟ أنه واقعا لا بد أن يؤتم به في كل شيء. قال فأوجب على كل الناس أن يأتموا به، فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن يأتموا به في ذلك الذنب، وهذا يفضي إلى التناقض. يعني الله هنا أمر الناس جميعا أن يأتموا بإبراهيم، فلو صدر عنه ذنب ولو كان صغيرا يأتموا به أو لا يأتموا. ومن الواضح لا معصية
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا بد أن لا يتم. كيف من جهة الله يأمرهم بالإتمام ومن جهة ينهاهم ماذا عن الإتمام؟ إذن لا يكون إلا ماذا دالا على العصمة إذا لم يكن معصوما فالآية كذا. وممن صرح أيضا بدلالة الآية على العصمة البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي تأليف الشافعي البيضاوي المتوفى 691 من الهجرة دار إحياء التراث العربي في ذيل هذه الآية المباركة قال تعالى يعني 124 من سورة البقرة قال وإنما وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر. يعني من اتصف بهذه الإمامة لابد أن يكون ماذا؟ معصوماً. لابد أن يكون معصوما. وهذا المعنى أيضا أشار إليه روح المعاني العلامة الآلوسي في روح المعاني، بعد الوقت لا يسع أن أشير إليه. إذن إلى هنا، ولكن هنا نقطة بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. الله سبحانه وتعالى أعطاها. إذن إلى هنا لو سألنا سائل هذه الآية فقط، مفرد هذه الآية لا نريد آية أخرى، لا يقول لنا قائل سيدنا هل يكفي آية واحدة في القرآن لإثبات أصل ومبدأ؟ أقول نعم. ماذا تقولون في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض؟ سؤال، بحث الكرسي أمر عظيم ومهم في القرآن، وردت في روايات الفريقين والمدرستين أنها أعظم آية بعد البسملة. أحسنت. نعم. تمام. نعم. ولكن كم مرة ذكرت في القرآن؟ مرة واحدة. مرة واحدة، مرة واحدة مو أكثر. نعم. خلص. إذن إخوان الأعزاء، بل آية واحدة تستطيع أن تؤسس ماذا؟ منظومة عقدية. أحسنت. كاملة، منظومة معرفية كاملة كما في آية الكرسي هذه. طبعا أنا ما أريد أقول أن الإمامة لم ترد فيها آيات أخرى، أريد لو أقول لو كنا نحن وهذه الآية أيضا ماذا يكون كافيا، لكان كافيا عندنا. إذن إلى هنا أنا إن شاء الله تعالى بعد ما أنتهي دقيقة دقيقتين أستمع إلى المداخلات. نعم. إذا موجودة مداخلات إن شاء الله. وإلا أستمر في البحث. جيد، تساؤلات الإخوة في هالمحاور الأربع الخمس التي أشرنا إليها. إذن إلى هنا انتهينا إلى النقاط التالية دكتور. نعم. أولا أن الإمامة الإبراهيمية، ماذا أتكلم في إمامة علي وأهل البيت حتى نعم. يقولوا ما علاقة الآية بعلي وأهل بيتي؟ نعم. أبدا. أن الإمامة الإبراهيمية مجعولة منصوصة من قبل الله. نعم. أنها غير النبوة، قالوا هي القدوة والأسوة. إذا كان مرادهم من الإمام المعنى اللغوي يعني من يؤتم به مطلقا كما قال الفخر الرازي، نعم نقبل هذا المعنى. نعم. يعني يؤتم به في الدين ويؤتم به ماذا في السياسة، في السياسة. نعم. بعبارة أخرى ماذا يعني يجب الطاعة له، يؤتم به يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني إحنا مخيرين أن نتخذه أسوة وقدوة أو يجب علينا. نعم. أن نتخذ إلزام ووجوب. إلزام. القرآن الكريم عندما يقول إبراهيم إمام يعني ماذا؟ يعني يجب الائتمام به مطلقا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نعم. في الدين والسياسة. بس لا يقول لي قائلا بأنه أنت معتقد بالإسلام لو معتقد شنو بإبراهيم، هذا جوابه سيأتي. لا، معتقد بالإسلام الذي عندنا وهي شريعة الخاتم. الآن أنا دا أتكلم في هذه الآية ماذا؟ نعم. أريد أقول أن الإمامة الإبراهيمية إذا تحققت لشخص آخر لابد أن تحمل مواصفات ماذا؟ الإمامة الإبراهيمية. نعم. والإمامة الإبراهيمية ما هي؟ يجب الائتمام بها مطلقا في السياسة والدين والأخلاق والأفعال وإلى آخره. نعم. هذه مختصر مفيد عن هذه الآية التي أسست للإمامة في القرآن الكريم التي. نعم. أعطيت إبراهيم الخليل. أحسنتم. إذن نذهب إلى فاصل سماحة السيد، وبعد الفاصل نأذن للإخوة الكرام بأن يتصلوا، ونرجو أن تكون أسئلتهم خاصة بهذه المحاور التي طرحها سماحة السيد المتعلقة بأصلا يعني أطروحة الإمامة في القرآن الكريم. إن شاء الله. إذن فاصل ونعود لكم، فانتظرونا مشاهدين الكرام. لا إله إلا الله.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد حياكم الله. إذا معنا بعض المداخلات، معنا الأخ محمد من موريتانيا، تفضلوا أخ محمد. أخ محمد من موريتانيا تفضلوا. نعم، كيف حالكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. مرحبا معلم. سؤالي للشيخ. نعم. الكريم. طيب. إذا كانت هذه الآية الكريمة التي تقول قال لا ينال أحد الظالمين. طيب. هذا فعلا قال لا ينال أحد الظالمين، ومنذ الذي قال لا ينال أحد الظالمين. طيب. كيف هناك نعرف أن الإمام الموجود في السنة مثلا، هل يمكن أن نصل ذلك بإمام أجنبي مثلا؟ نعم، يعني سؤالك لكي يكون واضحا أخي الكريم محمد. طيب أخي محمد اسمح لي، السؤال ليس واضحا جدا. يعني أنت كأنك ذكرت إمامة أهل البيت، وسماحة السيد قال أن لم نتعرض ولم نتطرق إلى إمامة أهل البيت، فأرجو أن تعيد السؤال لكي يكون واضحا. السؤال أن الإمامة صحيحة فعلا، نحن نعتقد أن الإمامة صحيحة. طيب، لكن كيف يمكن أن نطلقها على من مثل أنا أريد أن أبايع مثلا شيخا أو إماما، فما لا نبايع؟ طيب أبين لك. نعم. طيب أبين لك. نعم. جيد طيب. سؤال جيد. بل وصلت الفكرة. نعم. وصلت الفكرة. شكرا لكم. معنا الأخ محمد من ليبيا. شكرا الأخ محمد من موريتانيا. محمد من ليبيا تفضلوا أخ محمد. نعم، محمد من ليبيا تفضلوا. أخ محمد من ليبيا تفضلوا. إذن قطع الاتصال. معنا الأخ، نعم، محمد من ليبيا تفضلوا. طيب معنا الأخ محمد من العراق تفضلوا. وطئوا صوت التلفاز. السلام عليكم. أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. صوت سيد. حياكم الله. وطئوا صوت التلفاز أخي الكريم وتفضلوا. تفضلوا قولوا تفضلوا أو نعم. اطرحوا السؤال بوضوح أخي الكريم ووطئ صوت التلفاز. طبعا يعني سؤالي. طيب ليش سيد كمال الحيدري ما يناظر العرعور؟ شكرا لكم أخي الكريم. معنا الأخ بدر من خوزستان من إيران. أخ بدر تفضلوا. وطئ صوت التلفاز أخي الكريم. أخ بدر وتفضل. نعم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تكون عندي مداخلة وجيزة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن الله جل جلاله في محكم كتابه يتطرق إلى فضل إبراهيم وآله وداود وآله وكثيرا من الأنبياء. طيب. ولكن لما تصل النوبة إلى نبينا محمد يدأب البعض أن يفصل محمد عن آله، ويرون الإمامة بنظرتهم الضيقة إنها تكريسا للطائفية. طيب. وبالأخص للهاشميين دون غيرهم. إن كان زعمهم هذا حق وصائب فيكون ما نستجير بالله من هذا الغول إن الله طائفي. طيب. نعم. لأنه جعل الإمام في آل إبراهيم وجعل الخلافة في آل داود. فسؤال الذي يطرح نفسه. نعم. إن الله يعز عليه أن يجعل الإمام في آل محمد، والذي نراها جعلها في آل إبراهيم وآل داود، ولكن إذا وصلت النوبة إلى محمد فتكون نظرة طائفية تكريسا طائفي وتكريسا للهاشميين، وتقوم قيامتهم فلا تقعد. شكرا لكم حياكم الله. وصلت الفكرة، ولذا ألزمنا بأن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، لأن الإمامة كما أنها في آل إبراهيم هي في آل محمد صلى الله عليه وآله. معنا الأخ علي من السعودية تفضلوا. أخ أبو علي. الأخ أبو علي تفضلوا. السلام. نعم. عليكم. اللهم صل. وعليكم السلام ورحمة. نعم. الله. سيدنا عندي سؤال على النبوة والإمامة. إذا كانت الإمامة تختلف عن النبوة في الآية. نعم.
والإمامة إذا كان تعريفها الائتمام في كل شيء، فبما أن نبي ومرسل ومن أولي العزم فيعتبر إمام من غير يعني كلمة الإمامة، يعني بما أن نبي يؤتم به أيضا في كل شيء، وهو لا سيما أنه من أولي العزم، فما بين الإمامة والنبوة لنبي الله إبراهيم في هذه الآية؟ طيب طيب أحسنتم بارك الله فيكم، صار السؤال واضح، ما الفرق بين النبوة والإمامة في هذه الآية؟ نعم طيب، إذا تتحدثون سماحة سيد بل وبعد ذلك حتى أحسن إن شاء الله. طيب الحديث إذا نعم أحسنت، ما تستحق أن تأخذ وقتا كثيرا. أحسن بالنسبة للأخ محمد من موريتانيا، فهمتم الأخ محمد شنو فهمتوا أنتم من نعم أنا. يقول الآية تقول لا نالوا عهد الظالمين، فإذا من نبايع إذا لم يكن الإمام يعني من طبق عليه هذه الشروط؟ الجواب أنه هذا نعم. إن شاء الله بعد ذلك إذا ينتظرني الأخ العزيز إن شاء الله في آخر بحث سأبين له من يجب عليه بيعته، ينتظرني إن شاء الله أبينه هذه الدقائق الآتية سيتضح الجواب. أحسن نعم. بالنسبة للأخ بدر من خوزستان نعم بلي هذه واقعا هذا نعم. هذا الإشكال وهذا النقض إن صح التعبير وارى، وهو أنه عندما نقول أن القضية في آل في آل البيت في آل محمد نجد أنه ترتفع العقيرة وترتفع الأصوات أن قضية نسبية وقضية عائلية وتوريث وإلى غير ذلك، ولكن القرآن الكريم كما قال الأخ العزيز نجد بأنه أعطى حقوقا لآل إبراهيم ولآل داود آل داود بلي مداخلة كانت يعني متساوية. نعم. ندخل الأخ فهد ثم نعود إليك. أخ فهد من السعودية تفضلوا. تفضلوا أخ فهد. ألو نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال للشيخ كمال؟ تفضلوا. نعم يا شيخ كمال، لماذا لا تناظر الشيخ عدنان العراقي؟ طيب يا أخي احنا قلنا أن تكون الأسئلة ضمن المحور ونستثمر لا الأخ العزيز يعني أنا ما أدري يعني لعله الإخوة لعله أكو صمم في أذانهم لعله أو مرض القلوب واقعا نعم. أنا مرارا ذكرت بأنه أخي العزيز منهجي ليس هو المناظرة المباشرة، يعني أن نجلس أنا وأكو وأنتم الآن بحمد الله تعالى وجدتم أن هذا هو المنهج الناجح والناجع نعم. في هذا المجال أنا من أولئك الذين أعتقد أني أتكلم هنا، واللي عنده كلام يستطيع أن يرد كلامي فليتفضل على أي فضائية أخرى ويجيب على ما أقوله هنا. أحسنتم كثير نعم، وهذه أيضا هي مناظرة يعني ما بل هو هذه أحسنتم مناظرة على الهواء نعم. أحمد أنا أقول نظريات أنا أتصور ذيك بها سيئات وذكرناها نحن في أول ما بدأنا مطارحات في عقيدة في هذه الأبحاث ذكرناها نعم. مرارا الأخ أبو علي من السعودية يقول إذا كان سماحة السيد يرى أن الإمامة تختلف لا شوفوا الآن هو. إخوان الأعزاء أنا قلت بأنه حتى هذا المعنى لو كان أنا ذكرت مرارا قلت بأن الإمامة لا يمكن أن تكون بمعنى النبوة ولا يمكن أن تكون بمعنى القدوة والأسوة نعم. ولكن حتى لو كان بهذا المعنى أيضا ماذا أيضا جيدة، أما ما هو معناها التفصيلي أخي العزيز واقعا الوقت إحنا دقائق عندنا في ليلة واحدة نريد أنه بقدر ما يمكن ننهي البحث إذا تسمحون إذا ما أكو مداخلة حتى أتمم البحث نعم فقط ندخل الأخ عبد الله من البحرين تفضلوا أخ عبد الله نعم يعطيك العافية فضيلة الشيخ بس سؤالي على السريع طبعا إخواننا الشيعة يعتقدون أن الإمام يعلم علم غيب مكتسب من الرسول أنا ما عندي مشكلة في هذا بس أقصد كيف يفسر فضيلة الشيخ في خطبة الإمام علي كما واجه في نهج البلاغة عندما عزل أحد ولاته قال له صلاح أبيك أغراني لأنك يعني صالح أو ما شابه فظننت أنك على خير أو ما شابه طيب. كيف يملك الإمام علي كرم الله علم الغيب جيد جيد أو أغرام الصلاح طيب سؤال جيد واضح أخي العزيز واضح أخي العزيز وصلت الفكرة شكرا لكم أخي العزيز الفكرة لكم. أنك تريد أن تقول أن الإمام إذا كان يعلم الأمور أولا إحنا هذا اصطلاح يعلم الغيب لا نوافق عليه لأن الإمام أمير المؤمنين هو قال بأنه ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم، إذن هذا التعبير إخواني الأعزاء نحن لم نعبر عنه ولا نقبل أن يعبر عنه أحد، وإنما الصحيح أنه عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الأخ العزيز لعله سمع من هنا وهناك من بعض أولئك الذين لا علم لهم بهذا المعنى أنه إذا كان الأمر كذلك إذن كيف يقدمون مثلا على التهلكة يعني يخرجون يشربون السم الإمام الحسن يشرب السم أو الإمام أمير المؤمنين يخرج إلى المسجد وهو يعلم أنه سيقتل أو أنه في ليلة المبيت على الفراش أنه يبيت على الفراش وهو يعلم أنه لا يقتل إذن لا مزية
إذا الأخ العزيز يصبر علي إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سأعقد حلقة مستقلة لهذا البحث، وأولا أثبت له هذه الحقيقة، وثانيا أجيب عن هذه التساؤلات التي أشار إليها في يوم الاثنين القادم في هذا الوقت، فانتظرني أخي العزيز. شكرا. الأخ أحمد من السعودية، تفضلوا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، حياكم الله، حييك وتحية طيبة لكم في هذا البرنامج الرائع، و حي ضيفك بارك الله فيكم. على هذا الطرح لو سمحت لدي مداخلة حقيقة هي مليئة بالنقول ومليئة ببعض الأمور، أريد أن يعني أن تتسع صدوركم حتى يعني أطرحها. بارك الله. طيب. الأمر الأول تعليق، الجزء الأول تعليق على ما قال كمال الحيدري في بعض الأمور، يقول لا ينبغي أن يكون معنى الإمامة بمعنى الأسوة، لأن إبراهيم كان أسوة قبل ذلك، منذ أن كان نبيا كان أسوة، فلما قال الله له إماما دل على أن الإمامة منزل أعلى من منزلة النبوة. أنا أقول هذا الكلام منقوض. لماذا؟ هي بمعنى الأسوة كما فسره أهل السنة والجماعة، ولكن الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما، ليس إني جاعلك جعلا شرعيا إماما، فهو كان إماما منذ أن جعل نبيا، ولكنه قال إني سأجعلك جعلا كونيا، بمعنى سأيسر قلوب المؤمنين للانقياد لك واتباع طريقتك. هذه نقطة، وإذا كان للشيخ تعليق عليها فليتفضل. وصلت الفكرة. نعم. لحظة، يقول كمال الحيدري هل يمكن أن تكون الإمامة بالشورى؟ لا يمكن، بضوء هذه الآية أن يقول أنه لا يمكن أن تكون الإمامة بالشورى. أنا أسأل سؤالين حول هذا الأمر. الأمر الأول، هل إمامة الخميني شرعية؟ وهل له حق الطلعة على الشعب الإيراني أم بحسب النظرية الشيعية؟ طيب الإمامية؟ وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، وصلت. إذا عندك طرح آخر. طيب. نعم، السؤال الثاني. طيب نعم نعم بعد لا بعد إذا الأسئلة أخرى أكو إذا أكو باقي عندي شقاق. بلي تفضل 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 أخي، تفضل تفضل. نعم، أقول هل يكون الأمر فوضى حتى يخرج إمامكم؟ هذا لا بد أن تجيب عليه. أحسن. الأمر الآخر، علي سأقول لك نقول من كلام علي بن أبي طالب الذي اتفق أهل السنة والجماعة. لا لا لا، الآن لا تدخل إلى نقول علي بن أبي طالب، اجعلنا ابقى في الآية، ابقى في الآية، ابقى في الآية. نقول علي بن أبي طالب سنأتي إليها. الآن اجعلنا في الآية، في الآية. طيب ممتاز. أحسن. ما لا إشكال. حتى الموضوع يكون طيب محفوظ. أخي العزيز، يعني هذا المنهج العلمي واقعا أنا أرتاح إليه عندما أجد إنسان أخ عزيز وفاضل بيني وبين الله يتكلم بشكل علمي منهجي منقط. نعم. كونوا على ثقة، الله يعلم أنه أفرح، هذا اللي أنا أدعو إليه، وهو أن تكون الحوارات بهذه الطريقة. طيب تفضل. نعم. الآن أخي العزيز أنت سمعتك، الآن استمع لي إن شاء الله. نعم. الوقت يسعني. نعم. 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 خلينا نكمل بس للوقت ضيق. بارك الله فيك. بل تفضل. إذا عندنا نقطة بالنسبة لهذه الآية، أنت طبعا أنت قلت يعني أنت قلت أنا لما تطرق الإمامة أهل البيت فيها، فلذلك ليس هناك مجال يعني للنقاش. هذه الآية تثبت إمامة إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر متفق بين أهل السنة والجماعة. جيد. ما زلنا طيب. نسأل في جيد. جميع القنوات أن اتفقنا بين إمامة إبراهيم وإمامة المهدي الثاني عشر وإمامة موسى الكاظم وغيرهم. أحسنت. طيب. وصلت الفكرة. دقيقة لا من الوقت لا أجيبك، الوقت لا يسع. عندنا اتصالات أخرى أيضا. دقيقة واحدة. اتصالات أخرى. تفضل أخي. تفضل. طيب. أخي. طيب. دقيقة واحدة. تفضل. طيب. أخي. طيب. نعم، أريد أن أناقشك في آية إنما وليكم الله. لا 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 أبدا، هذا خروج عن الموضوع. قلنا أنه إحنا سنبقى في الآية. أنا عندما أعرض إنما وليكم الله، الله الله يعلم، أستمع لك نصف ساعة. الآن في موضوع الآية. إذن الآن إذا يمكن. لا طيب إذا ندخل بعد الاتصالات أم نتوقف؟ لا 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 أبدا. طيب الظاهر أنه بعض الإخوة ماكو اتصالات. طيب أخرى. طيب بلي بلي. أسمع أسمع اتصالات أخرى. بلي. طيب نعم. هاي الأسئلة سجلتوها. سجلت سجلت. نعم. الأخ عبد العزيز من البحرين، تفضلوا. تفضلوا أخ عبد العزيز. مساء الخير سيدنا. مرحبا بكم أخي العزيز. في رسالة مكتوبة من الإمام علي إلى معاوية فيما يخص من ضمن الكلمات هو أنه إذا ارتضى الناس إماما فيكون ذلك رضا لله. هذه الرسالة مكتوبة إلى فمعنى ذلك أنه هل لو اجتمعت الناس وعينت شخص إمام يكون لذلك رضا لله؟ هذه رسالة موجودة في نهج البلاغة. نعم موجودة. نعم موجودة. ممكن نعم إن شاء الله إذا أكو وقت إن شاء الله. إن شاء الله تعالى وصلت الفكرة. أعلق عليها بإذن الله. طيب الأخ مالك من العراق بإيجاز، تفضلوا. أخ مالك من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام. تفضلوا. نعم. سيف. سيف مو مالك. طيب. سيف. الأخ سيف تفضلوا. السلام عليكم سمحت سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باختصار شديد أحب أن أنبه إلى وجود خلل إلكتروني تابع لسماحتك.
طيب شكرا شكرا. لا يعني صوت واضح، الصوت الصوت ليس واضحا. طيب الاخ عبد النبي من تونس، نعم صارت كثيره جدا ولا ادري بلي بليت بلي اتصلوا عندنا وقت. تفضلوا عبد النبي. اخ عبد النبي بس الاسئله تسجل دكتور حتى انا واقعا لا يضيع شيء. تفضلوا اخ عبد النبي. نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا. نعم سيدنا هناك هي في سوره الانبياء وامن لو اسحاق يعقوب نافله كنا رجعنا الصالحين وجعلناهم امن تجدون بامرنا ووحينا لهم فان خيرات خمس ثلاث وثلاث زكاه وكانوا لنا عابدين. هذه ايه تخص الامامه ايضا الامام الابراهيميه. ونقول في الصلاه اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم. هناك ايه في سوره النساء تقول ام لهم نصيب ام يحسدون الناس على ما اتيناهم من فضل قد اتينا الى ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما الى اخره. فمنهم من امن بهم ومنهم من صد عنهم كتاب جهنم سعيرا. وهناك ايضا ايه الاعتصام واعتصموا بحبل الله. نعم طيب طيب على كل الجزء الاول صار واضحا من السؤال. نعم ولكن مدلولات اخرى كثيره طيب انا ما فهمت شيء ما فهمت شيء. بلي على كل شكرا لكم. الصوت ليس واضحا جدا لكن انا فهمته من طيب ما الان اذا تسمحون احسنتم. طيب نعم نعم اذا نبدا بالاخ احمد من السعوديه. تفضلوا. احسنتم. سؤاله الأول يقول سماحة السيد قال أنه كان أسوة قبل الإمامة. نعم. فإذن المقصود ليس أنه جعلا شرعيا بل سيجعل محبته وطاعته يعني فرضا كونيا. والله بيني وبين الله إذا استطاع الأخ العزيز أن يأتي لي بمفسر واحد أنه فسر أنه المراد إني جاعلك للناس إماما أي أجعل محبتك في قلوب الناس، ثم أي أنا أضع هذا بيد المشاهد الكريم وبين أيدي المشاهدين الأعزاء، واقعا يوجد في الآية شيء يدل على أنه أجعل محبتك في قلوبهم. إذا كان يريد أن يجعل محبتهم في قال سيجعل لهم الرحمن ودا وكان يتكلم بهذه اللغة. نعم. أو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذا كان القرآن الكريم يستطيع أن يتكلم، لماذا أن القرآن الكريم تكلم بلغة ويريد هذا؟ هذا أقرب إلى التأويل الذي تهربون منه أخي العزيز، وهو أنك تريد أن تفسر أولا الجعل في الآية جعل تكويني، أين القرينة على أنها جعل تكويني؟ أحسن. وثانيا أنك تريد أن تقول أن المراد من أنه إمام يعني أجعل محبتك في قلوب الناس ليطيعونك. جيد جدا، ما هي القرينة على هذه؟ من آية أخرى، من رواية، من نص مقبول صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه دعوة لا دليل عليها، لا من القرآن ولا من النصوص الصحيحة الواردة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. السؤال الثاني. نعم. ذكر سؤالا سجلت جزءه الأول ما فهمت الأخير، يقول قال سماحة السيد الإمامة لا تكون بالشورى. نعم هذا الذي فهمته. نعم إيه؟ الكلام بل لا تكون بالشورى. نعم. سأل قال بأنه أساسا الآن الحكومة الموجودة في إيران وحكومة السيد الإمام قدس الله السيد الإمام الخميني قدس الله شرعية أو لا؟ نعم شرعية، ولكن لا أنها شرعية لأنها انتخبت من قبل الناس، بل لأننا نعتقد أن الإمام المعصوم في زمن غيبته أجاز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولى أمر ماذا؟ أحسن. أمر الإمامة. وإلا بشكل صريح، وهذا كل فقهائنا وعلمائنا يقولون، لو لم يجز الإمام المعصوم الحي الموجود وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت أن يقام حكم إسلامي في زمن الغيبة لما أجيز لأحد من الفقهاء أن يتصدى لإقامة الحكم الإسلامي. وحيث أن سيد الإمام وجملة من الفقهاء يعتقدون أن الإمام المعصوم أذن بل أوجب على القادرين على أن يتصدوا، فالشرعية إنما جاءت ممن؟ من الإمام المعصوم. هذا السؤال الثالث. السؤال الثالث. نعم سؤاله الآخر يقول السماحة السيد قال إن الآية تثبت إمامة إبراهيم، فأما إمامة موسى جزاك إمام الله خير. أنا نعم. إلى الآن أنا أتصور أنا لم أقل أن هذه الإمامة تثبت إمامة الإمام الثاني عشر، ولكن انتظرني قليلا حتى أكمل البحث. جيد تفضل. أحسنت. بالنسبة للأخ عبد العزيز من البحرين. نعم. سؤاله عن
رسالة الإمام علي عليه السلام إلى معاوية. نعم. نحن نعتقد أن هذه الرسالة وإن شاء الله وقتها المناسب سيأتي في جملة واحدة أقول هذه كانت من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لأن أولئك الذين تصدوا للخلافة بعد رسول الله آمنوا بهذا الطريق. لماذا؟ لتصدي الخلافة. وحيث أنهم قبلوا بها، الإمام أمير المؤمنين ده يقول لمعاوية ولغير معاوية أنه هذا الطريق الذي قبلته لماذا لا تقبله بالنسبة لي؟ فهو من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهذا منطقي في كثير من الأحيان. أحسنتم. بالنسبة للأخ عبد النبي ذكر ما ذكره، يقول في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما أتاهم. هذه أبحاث كما وطلبنا من الإخوة الأعزاء أنه يكون داخل البحث ولا يكون خارج البحث. نحن نتكلم في هذه الآية ولا بد أن يحفظوا لنا موضوع الآية. أحسنتم. وكأنه يريد أن يؤيد كلامكم. جيد جدا، ما في مشكلة. جزاهم الله هسه هذاك بحث آخر أساسا، يهدون بأمرنا له بحث آخر سيأتي. أكو سؤال آخر دكتور. نعم هذه أهم. إذا يسمح لي عندي أنا كم دقيقة إذا هذا. نعم. أنا أريد أتمم البحث. طيب أحسنتم. طيب هناك مطلب آخر سماحة السيد. نعم هناك اتصالات ولكن لا أدري أطرح عليكم السؤال من الاتصالات. والله أنا أريد لأقل 7-8 دقائق دكتور حتى أجيب على سؤال مرتبط بالبحث. إذن نؤجل الاتصالات رجاء أنه أؤجل حتى أتمم البحث لأنه يبقى البحث ناقص. طيب نعم سماحة السيد، هل إن هذه الإمامة التي تفضلتم ببيانها قرآنياً الآن هل هي منقطعة أم مستمرة؟ أنا أتصور الآن من اتصال الأخ العزيز اتضح له أنه لا توجد عنده مناقشة على هذه النقود. هو في الأخير أقر أن كل هذه الأمور التي قلتها نحن نقبلها في الإمامة ماذا؟ في الإمامة الإبراهيمية. نعم. جيد، هو هذا القدر نحن نريد أن نتكلم. السؤال المطروح المشاهد بودي أن يلتفت إليه، هذه الإمامة الإبراهيمية هل كانت منحصرة بإبراهيم أم استمرت ماذا؟ في ذريته. في ذريته. نعم. صريح الآية المباركة قالت أن إبراهيم طلب هذه الإمامة لمن؟ لذريته. لذريته. الجواب الله أجابه بنعم أو قال له لا، أي منهما؟ الجواب قال له نعم بشرط. نعم. لا مطلقا إن صح التعبير، يعني عندما قال ومن ذريتي الله ما قال له لا هاي الإمامة مختصة ماذا بك. أحسن. ولا قال له نعم أعطيها لماذا لجميع ذريتك. أبدأ. إذن ماذا قال؟ قال لا، في ذريتك يوجد محسن ويوجد ظالم لنفسه مبين. نعم. أنا إنما أعطيها لغير ماذا؟ لغير الظالم، يعني مختصة بمن؟ بالمحسن. يعني انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة الصافات. في سورة الصافات الآية 109 انظروا إليها، قال تعالى كذلك نجزي وبشرناه بإسحاق وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن في ذرية آدم ماذا يوجد؟ محسن. في ذرية إبراهيم ماذا يوجد؟ يوجد محسن ويوجد ماذا؟ ويوجد ظالم. إذا كان الأمر كذلك هذه الآية تقول ماذا؟ نعطيها للظالم أو لا نعطيها للظالم؟ وإنما ينالها من؟ فقط المحسن. نعم. الآية هنا قالت لا ينال عهد الظالمين. نعم. وهناك قالت وظالم لنفسه مبين. الإمامة الإبراهيمية انقطعت أو استمرت؟ استمرت. الجواب القرآن يقول استمرت في من؟ في المحسن. في الذرية المحسن أو المحسن من ذريته. سؤالي خلي ذهنكم المشاهد الكريم، قلت أحتاج كم دقيقة لهذا السبب. سؤال أن ذرية إبراهيم انقطعت أو مستمرة إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة. ماذا يقول؟ أكو يوجد مشاهد يدعي أن ذرية إبراهيم هذا معناه أنه محمد من ذريتي أو ليس من ذريتي؟ رسول الله من ذريتي أو لا؟ قطعاً. سؤال الثاني، ورسول الله عنده ذرية أو لا توجد عنده ذرية؟ إلى يوم القيامة. وعنده ذرية منقطعة أو مستمرة إلى يوم القيامة. إذن هذه الإمامة الإبراهيمية بمقتضى النص القرآني ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين،
إذن موجودة في رسول الله، هاي الإمامة، نعم. الإمامة الإبراهيمية، وأنها مستمرة في ذرية من؟ إبراهيم. في ذرية إبراهيم. التفتوا جيدا، إذن إلى هنا حصل لنا أنه لا بد أن يوجد في ذرية محمد من هو معصوم، نعم. حتى ينال ماذا؟ الإمامة. لأنه الإمامة الإبراهيمية ماذا كانت؟ كانت معصومة. أحسنت. التفتوا جيدا، ما أريد اتصالات واقعا، المخرج أقول له اتصالات الآن مو وقت الاتصالات. التفتوا جيدا، الآية في سورة البقرة قالت أن الإمامة الإبراهيمية ماذا؟ معصومة. وآية سورة أو القرآن الكريم والأدلة القطعية التاريخية تقول أن ذرية إبراهيم ماذا؟ مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التفتوا جيدا، خب سؤال، رسول الله من ذريته ولرسول الله ماذا؟ ذرية. الآن الشيعة بعد أن عرفوا هذه النظرية من القرآن، يعني اتضح لهم أن القرآن يقول أن هناك إمامة، وأن هذه الإمامة منصوصة، وأن هذه الإمامة المنصوصة ماذا؟ معصومة، وأنها ماذا؟ مستمرة في ذرية إبراهيم، لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سؤال، مو ده نسأل بعد عن أصل الإمامة، أصل الإمامة أين ثبت؟ في القرآن. نعم. بعد لا يأتيني قائل من هؤلاء الذين تسمعونهم هنا وهناك أن القرآن لم يعرض لمبحث ماذا؟ الإمامة. لا، القرآن عرض لمبحث الإمامة بنحو دقيق وتفصيلي. نعم. ذكر شروطها، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحسنت. لا يقول لقائل هاي الآيات مرتبطة ببني إسرائيل، نعم هي هاي الإمامة الإبراهيمية المستمرة. وهذه شروطها المستمرة. نعم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين، وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، هذه شروطها. نعم. وموانعها ماذا؟ شوفوا القرآن الكريم أعطى منظومة كاملة في ماذا؟ في الإمامة. إذن هي مستمرة. نحن الآن يعني الشيعة يعني أتباع مدرسة أهل البيت عندما جاءوا وتدبروا القرآن وجدوا أن القرآن يعطي، وهذا كلامي واقعا هم موجه إلى الشيعة وهم إلى أتباع الاتجاهات الأخرى، حتى يعرفوا أن الشيعة لماذا أنهم يصرون على مسألة ماذا؟ الإمامة. أن الإمامة وأنها مفردة أساسية من مفردات معارفهم الدينية، ولا أقول أصول الدين أو فروع الدين لأنه أنا لا أهتم بهذه الاصطلاحات لأنه ليس لها أصل، لا قرآني ولا روائي، وإنما أؤكد هذه الحقيقة أن الإمامة مفردة ماذا؟ مفردة قرآنية، معرفة قرآنية، أصل وركن ماذا؟ قرآني. خب الآن الشيعة عندما فهموا مقصود عندما عرفوا هذا جاءوا إلى رسول الله، القرآن ماذا يقول؟ يقول لا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جئنا إلى رسول الله قلنا يا رسول الله القرآن قال أن الإمامة موجودة وأنها معصومة وأنها منصوصة وأنها مستمرة، خب من وأنت موجود أنت الإمام، بل إمام ماذا؟ إمام الأئمة. يا رسول الله من الأئمة بعدك؟ قال الأئمة من بعدي 12. إذن عين لنا ماذا؟ العدد، عدد الأئمة، وأنها ليست مفتوحة لكل من هب ودب أمثال يزيد ومعاوية ومن لف لفهم كما قرأنا من ابن تيمية، ليس عبد الملك بن مروان، ليس هؤلاء، لا هاي الإمامة التي الإمامة من الأئمة من بعدي، الخلفاء من بعد الخلفاء، يعني الذين يخلفونني، عبد الملك بن مروان يخلف رسول الله. أيها الذين ما أدري ماذا أعبر عنكم، فقط أقول بأنه عقولكم ليست في رؤوسكم، وإلا بينكم وبين الله عبد الملك ابن مروان وأولاد عبد الملك ابن مروان، هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، هذا يكون خليفة رسول الله؟ هذا منطقكم؟ هذا دينكم؟ ولكنه كيف تحكمون وأين تذهبون؟ على أي الأحوال؟ التفتوا جيدا، إذن سألناه يا رسول الله ما هو عددهم؟ قال 12. نعم. يا رسول الله ما هو نسبهم؟ قال عترتي وذريتي. لماذا؟ لأنه موجودة فقط في ذرية إبراهيم. أحسنت. لا يمكن أن تكون في مكان آخر. أحسنت. محال أن تكون بنص القرآن الكريم، لا بد أن تكون أين هاي الإمامة الإبراهيمية؟ في ذريته من غير الظالمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
منذ ذلك الدعاء. التفتوا لي جيدا، لابد أن تكون هذه الإمامة من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم. سألت رسول الله، قلت يا رسول الله أخر ذريتك كثر وكلهم؟ قال لا، عترتي أهل بيتي. يا رسول الله مو هذول بيتك عترتك قد يختلفون، ما أدري فلان فلان فلان. قال لا، وضع الكساء عليهم وماذا كما في صحيح مسلم ماذا قال؟ هؤلاء اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، أهل بيتي. بعد كيف يعين الرسول؟ يعني ماذا يفعل الرسول حتى يبين الحقيقة؟ حتى يأتي بعض الناس ويقول لو كانت الإمامة حقا لبينها القرآن. نعم، القرآن بينها بكل تفاصيلها، رسول الله بينها بكل تفاصيلها. بعد وقرنهم بماذا؟ القرآن. بالقرآن. قال وإنهما لن يفترق، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلهذا هذه الآية، هذا الحديث القطعي الصادر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في أبحاث الأطروحة المأدوية، كما تثبت عدم الافتراق بين العترة تثبت ماذا؟ العصمة أيضا. نعم. بودي أن هذه الحقيقة تتضح للمشاهد الكريم. ولذا تجد أنه الآن يوجد إصرار من بعض الكتاب والمتكلمين هنا أن يقولوا أن حديث كتاب الله وعترتي ضعيف، لأن هم يعلمون إذا تم هذا الحديث وقعا يهدم أساس النظرية الأخرى. إذن فتحصل إلى هنا وقعا، عندي دقيقتين وقت دكتور، توجد دقيقتين. نعم تفضل. فتحصل إلى هنا إخواني الأعزاء، ألخص كلامي، نحن الشيعة جئنا إلى القرآن هكذا، هاي منظومتنا، هاي منظومتنا الفكرية، تفصيلها إن شاء الله في مكان آخر. نحن الشيعة جئنا إلى القرآن، وجدنا أن القرآن نص على الإمامة الإبراهيمية وجعلها عهد الله، لا عهد بين الناس، مو عقد اجتماعي حتى تتحقق بالشورى والانتخاب، وجعلها عهد الله، واشترط فيها أن تكون معصومة، ثم أخبرنا أنها ماذا؟ مستمرة. طبعا الآن ما أريد أدخل في بحث قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، لأن جملة من المفسرين يربطون هذه الكلمة الباقية بالعهد الذي ماذا؟ أحسن. الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه لإبراهيم في سورة البقرة. التفتوا جيدا، وعندما تمت عندنا هذه الأمور، يعني الإمامة الإمامة من المفردات القرآنية في المعارف القرآنية، الإمامة منصوصة، الإمامة معصومة، الإمامة مستمرة، جئنا إلى رسول الله قلنا له يا رسول الله. فلهذا الشيعة واقعا منسجمون مع النص القرآني، مع الروايات المتواترة الثابتة عن رسول الله. ولكن ماذا حالكم أنتم؟ أنتم ثبت عندكم أنه قال رسول الله الأمراء من بعدي 12، وقال رسول الله وقال القرآن الكريم أن الإمامة الإبراهيمية ماذا؟ مستمرة إلى قيام الساعة. فأين وضعتموها؟ وضعتموها هنا في كلمة واحدة، وضعتموها كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة، هكذا وضعتم ذيك الإمامة الإبراهيمية. التفتوا جيدا، قال إن الله سبحانه وتعالى وهؤلاء 12 خليفة هم المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته بإسماعيل وسيلد 12 عظيما. إذن القضية ماذا؟ بشارة من التوراة والإنجيل، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بعد قال وهكذا كان. من هذول 12 العظيم الذين هم خلفاء رسول الله؟ كان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم معاوية وابنه يزيد، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة إلى آخره. هذه إمامته التي هؤلاء يمثلون الإمامة الإبراهيمية عند هؤلاء، وأنا لا أعلم بأي دليل حصروها ماذا؟ في هؤلاء. ما هو دليلكم؟ نحن عندنا دليل ماذا؟ أحسن. دليل العترة، حديث العترة. أحسنت. عندنا وآيات التطهير وغيرها. شكرا لكم. إذن هذه منظومتنا. ولذا أنا أتصور بالنسبة إن القضية واضحة، أما بالنسبة إلى الطرف الآخر فليبحث عن هذه الإمامة القرآنية أين مصداقها في تراثهم وتاريخهم. شكرا لكم سمعتي الله سيد كمال حيدر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، التقانا وإياكم إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.